تأخرت ليه على الاجتماع يا ملواني؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت في بحر الظلمات. عبد الله اوجلان قائدا اممي، كونه يدعو للحرية والمساواة والى الحياة التشاركية التي تتطلع اليها شعوب العالم بالاجمع. مع العلم ان القائد منذ عام 1999 هو في سجون الاحتلال في جزيرة إمرال، وبالرغم من ساعة ما تتزلق إيه لا أي حاجة تقابلها، وبالرغم من قطع الاتصال عن قائد من قبل المحامين ومن قبل أهله وذويه، إلا أن القائد ما زال صامدا بين القطبان في سجون إمرالي. قول لخرب بيتك قول. طبعا الدفاع عن القائد ندافع عنه لأنه ضحى بجسده في سبيل نيل الشعوب بحريتها وكرامتها والعيش بأمن وسلام.